مرات أخرى عثمان أبو لبن من أشهر وأهم المخرجين. عثمان أبو لبن أولا مبروك. الله يبارك. التريلر يخطف الواحد. الحمد لله. والأغنية يعني تحطم كل مقاومة إن أنت تتفرج على الفيلم. الحمد لله. ألف مبروك. الله يبارك فيك، ربنا يخليك يا منى. كنت بقول إنه توقيع عثمان أبو لبن على أي صورة، فيديو بقى فيديو كليب، صورة فوتوغرافية حتى، بيخلي لها شكل مختلف يا عثمان. والله ده كلام حلو يعني. لا ده كلام حقيقي. مش عارف ارد. لا ما انت عارف، انت عارف. لا الحمد لله، يعني بحاول ابقى مختلف يعني، مش يعني بحاول زي ما انت بتقولي كده توقيع حاجه عليها اسمي، فبحاول ان حاجه تبقى مميزه يعني، تبقى مختلفه، تشوفيها تبقى جديده بالنسبه لك. بحاول. طيب توأم روحي فيلم رومانسي، هل وسط الكورونا وكل المشاكل اللي في الدنيا وفي الاقليم وفي الكوكب في مكان له رومانسيه عثمان ابو لبن؟ ما هو ده الوقت اللي لازم يبقى فيه رومانسيه، يعني وسط الدوشه والزحمه والدربكه دي كلها، عايزين حاجه تحرك مشاعرنا في حته تانية بعيد عن الخوف والقلق والوجع وكده، يبقى فيه حاجه مختلفه. ده 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 كورونا تايم ده خلى الناس كده يبقى عندها كآبه بيلت ان. بعيد عن السامعين. كورونا تايم ده خلى الناس ما تبقاش طايقه نفسها لا في الشغل ولا في البيت. الكلام اللي بقوله ده مش انطباعات شخصيه، انما دي دراسات حصلت في العالم كله مش في بلدنا. معرفش في بقى حاجه كده يفكها بقى، فيلم حلو، مسرحيه جميله، روايه لطيفه تحسسك انه لا يعني في حاجات. هو الفيلم معمول قبل الكورونا بكتير يعني، قبل ما كنا نتخيل. ايوه ما كنا متفائلين. وكان المفروض هينزل في عيد الحب على فكره، كان المفروض ينزل 14 فبراير، بس كان فاضل يوم تصوير وما صورناهوش، والدنيا مره واحده قفلت. فسبحان الله كنا نزلنا 14 فبراير، كنا ما كملناش 3 ايام في السينما اللي بعديه قفلت. 3 دقايق. فالحمد لله يعني، الحمد لله ربنا اراد ان ده ما يحصلش، وكان حاجه كويسه. انا شايف ان كرم ربنا علينا ان احنا الفيلم يتاجل خلاص، وانا شايف الميعاد دلوقتي الناس نفسها تتفرج على حاجات جديدة. يعني في الأفلام نزلت على المنصات نجحت بشكل غريب. في فيلم نزل في العيد ونجح جدا، فلا الناس حابة ومستنية. العدد الكراسي في السينمات مش كتير عشان التباعد الاجتماعي وكده، بس أظن إن الناس حابة تروح. والتجارب اللي حصلت سواء المسرحيات أو يعني أي عرض اتعمل، الحقيقة مش بس غطى تكاليف وحقق مكاسب، اي حاجه ترفيهيه الناس عايزه تنبسط.